السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب بنات، اللهم يحفظكم إن شاء الله. يوم جينا وياكم بلعبة حرب الجزء العاشر. يعني معقولة كتلوا ثلاثة من عندنا ولا واحد أنا كتلت؟ حتى الله ما يرضاها والله. كفو كتلت اثنين، أحلى اثنين. بدل 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 بيت. أتعرف جاي من ورايا غدر. يا كلب بنيت. كفو. إذا راح شليتهم جلدي ما صايره. شين السالفة يا شباب؟ محتلة وحتى المطران، حتى المطران محتلة. أقوى بك تلتك. راح يطبون عينة، راح يطبون. يا شباب طلقة طلقة، شين أنا أموت؟ شين السالفة؟ هذا هكر، هذا مفعل هكر يا شباب، هذا مفعل هكر. انا عرفته هسه من الحركة مالته، انا عرفته هو مفعل هكر. وسانا يا شباب تقريبا كتلت منعتهم عشرة ستة. شنو السالفة؟ شو بسرعة خلصت الجيم يا شباب؟ الجيم ما صار له كم دقيقة. فزنا احنا. بس يا شباب يعني كما انا ما فازوا. ايه على واحد من اسرائيل تف عليك. هذا المركز الاول. سباقني بكل. اما والله واي الاول مالهم كاتل 18. هذا الهكر مين؟ هذا من بريطانيا. قال ارباح لي برا سلاح اسخام. هيا بنا اليكم لنكون اصدقاء. يوجد الكثير من الفتيات الجميلات اللواتي ينتظرننا للدردشه. سد هذا الصوت، عيب هذا الصوت. هل لديك فترة من الوقت يمكننا الدردشة في أي وقت إذا كنت تريد؟ أنا في انتظارك في ديدو. ديدو شنو هذا؟ شنو هذا؟ ها طلق شاكا. ها الطلق يا أخوي أقدر أقتل لي واحد وأخذ الطلق مالك. أحط بعدنا تقريبا 16 دقيقة يعني ربع ساعة. زين اي هاي المرحلة احبها. اذا ما اجلتهم جلد، شوفوا اللي اجلتهم جلدة بسيطة. هذا اول كل ما دمجت ابد.
يصير يا شباب، والله ما يصير. قتلوني اه شنو قلت؟ لا يا شباب والله ما يصير، لا والله والله ما يصير. قتلتي تمام، احنا انا هذا صاحبنا احتلينا المكان. والله ضايع هذا. كفو هذا كتلته، كتلته هواي يا شباب من عندهم. بس انا 21 وهم 9، بس 22 احنا، يعني احنا سابقيهم. قلت لا احنا 25 هواي يا شباب. دور وجهك، ماكو أي أحد، ماكو أي أحد. ها ها ها، غدر 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 غدر. ها جاء أنا واحد غدر من وراي. لا والله ما يصير يا شباب، والله ما يصير. أنا والله أنا والله أنا فز، خليتهم يفوزون. شا والله ما أنا ولا يفوزون. خل البد هنا، خل البد هنا، ما حد شاف. ها والله اجان يا شباب، جاي يجوني من ورا، ما جاي يجوني واجهوني من قدام. يعني اذا يجوني من قدام راح شني، راح يعني اجلدهم. بعد لنا 50 ثانية 40 ثانية، 43 من 200 صار 40 بطلقتين. يا ابو لك بعد لي 20 ثانية بعد ما ألحق. 10 ثواني و 42 شيء 39. الاول اللي هو انا كاتل 26 ومقتول 5 مرات، والثاني كاتل 12 ومقتول 4 مرات. تمام، عندك الفريق اللي ضدني بيهم واحد عربي، هذا الاماراتي. الاماراتي كاتل 7 والله الله شنو 7 7 وميت 6 مرات. زين هذا واحد ولا واحد، اكو واحد بيهم ولا واحد كاتل، صفر
القتيل ومقتول مقتول الدعشمر صديق كذيب. بس والله يا شباب كله غدر والله ترى مو غدر. يا شباب والله سمعتوا أبي تمام والله 5000 هيا بنا إليكم لنكون أصدقاء. ما أريد حتى كاتب من الصوت ما أريد أسمع أنا بقى كاتبي لي كتاب الكذ انتظرك دردشة. مساء الخير جميعا. وكب لك على شمالي تمام. صراحة الكبار لاعب لاعب هذي كبار. خلينا بقى الجيم أنا بارحة وأنا نايم جاء أخويا العفو واحد من عندنا وأخذ التليفون من عندي وأنا نايم ولعب بي. هذا والله السلاح قوي هذا السلاح كلاشينكوف. شنو الكلاشينكوف يا شباب؟ السلاح هذا انقرض من الستينات من السبعينات. شباب والله ما يصير لا روح منا اطلب اطلب لوك لوك لعبوا 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 وين هذا وين 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 ما يصير والله. يعني أنا دمشت يعني تدميج ما صاير. وهذا سلاح قوي تموت ليه خايف على أبوك لا أبو شرفك لا تشيل بهذا المكان ما يعرفون يقاتلون إلا بالبشة. دمي دمي يا شباب دمي شباب دمي دمي هيك حبة قطرة
انا يا شباب راح اتخبط. هذول هكر، هذول هكر. انا شباب انا كيف الفيديو راح اشوف والله هذول هكر ولا يعني اذا هذول مو هكر معناها انا مو خوش العب. كفو دمجوا دمجوا تمام تمام. روح شباب بشوا بشوا عافية. اقدر اقتل جماعتي ما اقدر اقتلهم. بعد من دقيقة وعشر ثواني هذي هو الشكل هذي هو غير هذا وياك. ليش راح تخبلوني؟ موت لك هاي من عاد موت. شيلي كم روح عندك؟ إذا ما أعلى بديها أكثر إذا ما يطلع يطلع عينك أني أطلع كمين. شوف ماكو لك بس كل واحد كل واحد بخاطر الله. ماكو يا هو الكتني اكثر شيء. وين 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 اي هذا 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 ثاني واحد اللي مي اللي قاتل ستة. لا لا مو هذا بس المركز الثاني اللي هو انا اللي كاتل شقد 11 ومقتول 6 مرات والمركز الاول كاتل 22 ومقتول 3 مرات. ما اعرف ادخل تدريب اطول عليكم اخاف الحلقه يا شباب اطول عليكم الحلقه. الله اعتقد هو السلاح مو زين. لا ارجع عليك كلاش الكوفة اشرف لي. بنزلها انا احب هاي اللعبة من قبل. تمام ربحت بيكيسي خوش والله ربحت بيكيسي. صانع اللعبة هاي نزلتها جاي تحمل. ولا يعرف يرمي هذا اللاعب ما يعرف يرمي اللاعب يعني اللعب ما لا نعتبره صفر. ربحت اعتقد ربحت بيكيسي بس وين هذا يا شباب السلاح هذا انا ربحت.
انت رابط اللعبة اعتقد بالجزء الاخير راح احطها لكم بالوصف، لا ما اقدر احطها هسه بالوصف، يعتبره اعلان والاعلان يعني عندهم اهانة لا واحد ما ياخذ من عندهم فلوس. تمام خايف يعني بشرفك اثنين على واحد واحد ما كان يكتمني شوف دمه شوف دمه شوف دمه شوف دمه انتبه على دمه يفوزون علينا كتلو 19 كتلو يا شباب ترى هذا العدد هائل ما يصير والله ما يصير لازم لو اكون نايد نفذني ليش شوف يا شباب شوف شوف شوفوا مش قد كاتلين وشوفوا مش قد كاتلين على المركز الاول كاتل 6 ومقتول 6 مرات والمركز الثاني كاتل 5 ومقتول 6 مرات والمركز الثالث كاتل مرة واحدة وتسع مرات شوف المركز مالهم عندهم واحد كاتل 14 و11 و3 الواحد بل هذا ما ينحسب شوف ايش قد مقتولي اكثر واحد بيهم مقتول 4 واحنا اكثر واحد بينا مقتول 10 مرات والله اقدر افعل هكر اوقف اوقف انا اللاعب جيت خرج جيت قصتي خرج بالله لو خلينا جيم
ليش قسما بالله اذا ما فزت بهذا الجيم اتخبل انا يعني انجن. من هي احلى لعبة حرب بس بنفس الوقت يعني لعبة حرب مع الهكرية ماكو هيك. هاي من اجتني طلقة يا اخي. هو اللاعب ما جاي يرمي الطلقة منين اجتني؟ ماكو هيج هاي ماكو هيج يعني اللاعب ما يدمج. تعرف شي ما يدمج اساسا اشوفكم ما يدمج. مال هذا ويانا بردنا الايوان ويانا هو بالخريطة عندي. دمج شرح هذا التعب الثالث شاد خلص تموتوا لكم هذول اثنين قد خسرت عليهم عتاد اثنين. تعرف شنو اثنين؟ اثنين وقد عتاد خسرت عليه. صاروا علي ثلاثة أربعة أدري كيف ماكو يعني يا شباب يعني أنا رجعي أي يعني 150 200 طلقة عليهم 10 شواجي وين راحت هاي؟ دمج تبرعي ما قصر يكونوا اللعبة فيها مايك على مود يعني أطيح حظهم ولا انا سابقين هذا كتلنا تمام. ما ادري ايش ما يصير يعني جماعتنا وين جاي وين جاي يسختون جماعتنا يعني معقول اللعبة بس انا ويا هذا الولد بس انا هذا الولد. راح اطلع من الجيم راح اطلع بالله شلون اطلع ما اعرف حتى شلون اطلع. طلقتين طلقتين تعرف شنو طلقتين؟ اعرف سلاحهم قوي شباب والله خلني اجرب اقتله ما اخذ سلاحهم. خاف سلاحهم قوي مو انا يعني ما اعرف العب. اخذ سلاح اخذ سلاح والله خلني اجرب والله اقتل لي واحد مات اعرف كده لا لا والله يا شباب هم اقوياء هم اقوياء. قتلتك قتلتك شوف دخل معنا واحد ثلاثة صفنا انا اخذ سلاح رايد اشوف سلاحك عامه انا مثل ما قلت سلاحهم قوي السلاح قوي مو مشكلة بي المشكلة بالسلاح. شوف شلون مات شوف سلاحهم يا شباب السلاح شايف عارف شنو السلاح السلاح سلاحهم قوي انا عرفت
من البداية أنا عرفت، قلت السلاح قوي، المشكلة مو بي، المشكلة بالسلاح. أنا فزنا هسه، طبعاً إيش قد مقتول؟ أنا المركز الثاني، قتلت أنا مقتول 7 مرات وقاتل 11، يعني هسه أنا بإعتبار إذا أنا متساوية هذا قتلني 7 مرات، يعني معناها أنا قاتل 4 فقط، هاي إذا قارنت. شباب يعني أعتقد لهنا وننهي وياكم الحلقة. والله يتعي شباب، يوم إن شاء الله فد شوي، لو هسه الآن راح أنزل لكم حلقة في ماين كرافت. هاي الحلقة يعني شلون أقول لك، تتكلم عن السيرفر، عن بداية السيرفر، وراح أسيج القلعة. هاي الحلقة وياكم راح أسيج القلعة، بس عندي جائزة أربحها. تمام، لنا ننهي وياكم الحلقة، نتمنى إن الحلقة تعجبكم. نروح والله على القناة، ايش قد بيها لايكات او اشتراكات؟ تعال تعمل الفيديو يطلع. تمام، تمام تمام، خوش مشاهدة، خوش خوش. 17 11 28، تمام، 488 فيديو. تمام، خلينا ننشر الفيديو هذا مالنا. تمام.